بداية تسويق علامة أوبل اليوم وهذه الأسعار المتوقعة. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو للتوصل بكل جديد. سيشرع مجمع ستيلانتيس ممثلا في وكيله الحصري لاستيراد علامة أوبل حالي الأوتو في تسويق العلامة الألمانية الفاخرة أوبل اليوم من خلال حفل سينظم بفندق شيراتون بداية من الساعة 1 زوالا. وعلامة أوبل التي تمثل الجودة الألمانية في الجزائر وستشرع في منافسة النوعية الإيطالية واكتساح العلامات الصينية للسوق الجزائرية. بالنسبة للأسعار فإن سيارات أوبل التي ستسوق في الجزائر ستكون بأسعار مرتفعة عن سيارات فيات وسيارات صينية، وهذا بسبب فارق الجودة والتجهيزات وسمعة العلامة الألمانية المشهود بنجاحها حتى في الأسواق الأمريكية. البداية ستكون مع سيارة أوبل أسترا المزودة بمحرك بيراتيك 1.2 بنزين بقوة 130 حصان بعلبة سرعة أوتوماتيكية والتي تبدأ سعرها في أوروبا من 26,000 أورو. هذا ما يجعل سعرها في الجزائر من طرف الوكيل المعتمد يبدأ حسب تقديرات المختصين من 380 مليون على أقل تقدير، ويمكن أن يرتفع إلى أكثر من 400 مليون حسب نوعية التجهيزات. أما سيارة كروس أوفر صغيرة الحجم أوبل موكا بمحرك 1.2 بيرتاك قوة 130 حصان بعلبة سرعات أوتوماتيكية في أسعارها في أوروبا تبدأ من 30,000، وهذا ما يجعل سعرها في الجزائر يبدأ على أقل تقدير من 450 مليون سنتيم. سيارة كروس أوفر جرينلاند بمحرك بيرتاك 1.6 لتر بقوة 180 حصان بعلبة سرعات أوتوماتيكية سعرها في أوروبا تنطلق من 34,000 يورو، هذا ما يجعل سعرها في الجزائر يتعدى 500 مليون سنتيم. هذه الأسعار تم تقديرها من بعض المختصين بمقارنة أسعار أوبل في أوروبا، ولكن يمكن أن تنخفض هذه الأسعار ما بين 30-40 مليون إذا دخلت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة بإعطاء بعض الامتيازات والتحفيزات لعلامة أوبل لتخفيض الأسعار، وهو ما حصل مع علامات شيري جيلي وفيات. ما تنساوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا النجاح من الفيديو، ربي يحفظكم ان شاء الله.